شو جاي عبالك تاكلي اليوم للطوف؟ يلي بدك يا ابن عمي. يعني ما في شيء هيك ببالي؟ بدي فستق ولوز وبندق وعسل وبزر ابيض. لك تكرم عيونك. وبدي كمان لحمه بالصينيه ابن عمي. لك على راسي. وشويه فواكه الله يرضى علي. لك من عيوني هدول. انت هون هدى؟ انا هون من ساعه ما قلت لك بالدجول ولوز وبندق وفستق ابن عمي. ايوه. طيب وانت شو جاي عبالك تاكلي هدول؟ انا بدي كنافه وهريسه اللوز، وبدي اتغطس في حبه دبس الرمان ونعاره لبن، وقدامهم شويه فواكه مشكله وقضامي على سكر وملبس وبزر اسود وبدي جوز بلدي اتنقرش هالنقرشه ابن عمي. هلا كل هدول بدك تاكليهم؟ ليش انا ما بستاهل ابن عمي؟ ايه لا بتستاهلوا انتو التنتين، لكن ان شاء الله بتسلموني مع احلاكم. انا رايح على الدكان، بديروا بالكم. ها الله يخلي لي اياك يا حق. ابن عمي لا تطول، لانه انا مشتاقه كثير لشوفتك، بعدين بدي اياك تطعميني بايديك تقبرني. ايه يلا بخاطركم. مع السلامه تقبرني. مع السلامه تاج راسي. قدرتي انا طالعه نام لانه الببو عم يعذبني، وانا رايحه اتفطح. درتي بدي جوز بلدي اتنقرش النقرشه ابن عمي، ان شاء الله السم الزهرماني يقطع عمري.